السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا موقع جديد لربح الروبل من 3 طرق. يا شباب لو نزلنا تحت كده هنترجم باللغة العربية. بصوا يا شباب، الطريقة الأولى بتصفح المواقع ضغط على الإعلانات، والطريقة التانية عن طريق الرهان والخيارات التالية لكل تجديد استثمار رأس المال. يعني في طريقة الاستثمار في الموقع، في ضغط على الإعلانات، في طريقة ايه الرهان. احنا اشتغل على الطريقتين الأولانية وممكن التالتة. شكل الموقع يا شباب من الخارج، طريقة تسجيل يا شباب بنختار فيسبوك أو في كي أو أوكي وبنعمل تسجيل، يا إما تسجل بالطرق العادية. لا هي دي طرق يا شباب التسجيل، هو عامل لك سهم أهو. هنخش عن طريق الفي كي عن نفسي. اه يا شباب كده الموقع من الداخل زي ما انتم شايفين. الطريقه الاولانيه يا شباب اللي هي تصفح المواقع، كل مواقع قدامكم اهي، بتدوس على الموقع من هنا، بتعمل ذهاب الى، بيظهر معاك هنا المؤشر اهو لمده 5 ثواني، وهنترجم باللغه العربيه بيجيب لك صور، بتختار شكل الصوره. يعني بيقول لك حدد صوره البقره اهي. تمام، حصلت هنا على 1 سنت يا شباب. خلاص كده الاعلان خدت حقه. لو عملنا ريفريش هتلاقي هنا 1 سنت، بقى 2 سنت، وهكذا يا شباب. دي طريقة الشغل على المواقع من ضغط الإعلانات. بعد كده معانا الطريقة التانية، دي خيارات. هنا بتختار ايه، ده نظام زي نظام التسوق، بيقول لك ان انت بتحط مبلغ هنا اهو، وبتتوقع سعر العملة هيرفع ولا سعر التسوق سعره هيرفع ولا هينزل، زي نظام التداول. بتحط مبلغ وتحطه وتقول مثلا هيرفع او هينزل، ولو كسبت بتقدر ايه، بيضاف لك الرصيد بتاعك في السحب زي نظام التداول يا شباب. بعد كده معانا الطريقة التالتة، هنا رأس المال الخاص بك، هنا ادخال دفعة قسم رأس المال الاستثماري. هنا بتستثمر يا شباب، وهنا بيقول لكم ايه بقى، يعني المبلغ اللي انت هتحطه، مثلا 1 روبل كل ساعة، فرنك يوميا لمدة 100 يوم هتاخد 3 روبل. تمام يا شباب، يبقى كده عندنا الـ3 طرق دول للسحب. وهنا رابط الاحالة يا شباب الشركاء اهو. وبعد كده الشغل بتاعك كله، السحب والايداع وكل حاجة تلاقيها هنا، ومن هنا الخروج. وده الصفحة بتاعتنا. وبكده اكون، طب السحب من هنا يا شباب، لو انت هتسحب من هنا اهو، بتحدد الوان، بتحدد المبلغ وبتعمل سحب على طول. ومن هنا لو انت هتودع في الموقع، اختار طريقة الدفع، تختار المبلغ، العملة، المحفظة اللي انت هتشتغل بيها، وتحط المبلغ وتعمل استثمار او بتعمل ايداع. وبعد كده لو انت حابب تستثمر او تشتغل على الموقع بالفلوس دي، وبعد كده من هنا هتحفظ المحفظة بتاعتك. من هنا تيجي تحط العنوان المحفظة وتعمل حفظ بالشكل ده اهو، مرتبطة. تمام يا شباب، وهكذا. وبكده اكون انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو ريت دعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.